الان اهلا بكم. في الحقيقه النهارده يعني بدا الحديث عن مجلس الشعب يعود مره اخرى. 35 نائب من نواب المجلس السابق اللي كان صدر قرار او حكم من المحكمه الدستوريه بحله او بانعدام وجود او انعدام يعني وضعه القانوني، عملوا مؤتمر صحفي في ساقية الصاوي واطلقوا فيه يعني مقترحات خاصه ان هي بتدعو بالدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس المنحل بالدعوه الى عوده المجلس للعمل مره اخرى، وراحوا عقدوا جلسه اجرائيه على رصيف مجلس الشعب. 35 نائب في مشهد يذكرنا مره اخرى بالمشهد اللي كان راح فيه الاستاذ محمد العمده والمستشار محمود الخضيري، وحصل يعني مش هقول اشتباك او حصل يعني مناوشات او حديث من يعني مش يعني حديث غير ودي مع افراد الامن في مجلس الشعب. في الحقيقه راحوا النهارده كان في مشهد فعلا يعني مشهد غريب. الجلسه الاجرائيه اللي عقدت على رصيف مجلس الشعب كان بيراسها الاستاذ محمد العمده، وبيشاركوا في ادارتها الاستاذ محمد مصطفى اكبر الاعضاء الموجودين سنا، والاستاذ مصطفى جعفر اصغر الاعضاء الموجودين سنا، ووافقوا على اقتراح بتكليف الدكتور سعد الكتاتني بعقد جلسات البرلمان فورا لاداره شؤون البلاد السياسيه، وقالوا ان مصر يعني في حاله انهيار ولا تحتمل ان يعني ان تكون من غير برلمان. طبعا حصل حوار مع افراد الامن المكلفين بحراسه مجلس الشعب، فشلت فيه كل محاولات النواب ان هم يدخلوا قاعه المجلس او ان هم يدخلوا يعني البهو الفرعوني عشان يعقدوا اجتماعهم داخل المجلس، وحرس المجلس ابلغوهم بان هم ما عندهمش اي مشكله في ان اي مواطن في مصر يدخل المجلس بشرط ان يكون فيه موافقه كتابيه صريحه من الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى، باعتبار ان الدكتور احمد فهمي هو القائم باعمال او هو القائم المشرف على يعني شؤون مجلسي الشعب والشورى. النواب طبعا طلبوا من حرس المجلس، قالوا لهم طيب طالما احنا ممنوعين لو سمحتوا ادونا اختار كتابي رسمي بان احنا ممنوعين من الدخول علشان نقدر نتخذ اجراءات قانونيه. الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي المعروف هدد بان هو يعني يحرر المحاضره الرسميه في الشرطه بمنع من دخول المجلس، والنواب قالوا ما فيش اي حكم بمنعنا من الدخول، وان ما صدر عن المحكمه الدستوريه هو نوع من التغول السلطه القضائيه على حد تعبيرهم على السلطه التشريعيه، وان يعني ما فيش في اي دستور في الدنيا ان يكون في سلطه تلغي سلطه اخرى. احنا ثلاث سلطات نقف على يعني على قدم المساواه مع بعض، المفروض ان الدستور بيحط لكل سلطه بدايتها ونهايتها، ومفيش معنى ان في سلطه تمحي من وجود او تلغي سلطه اخرى. طبعا حصلت حوارات كثيره في النهايه انتهت ان النواب السابقين ال 35 لم يتمكنوا من دخول مجلس الشعب. ايضا يعني طبعا الجلسه الاجرائيه دي كانت على رصيف المجلس، هم كانوا عملوا قبلها مؤتمر صحفي داخل ساقيه الصاوي بعنوان والسلطه التشريعيه ايضا مستقله. هو في الحقيقه يعني واضح ان على خلفيه المشهد السياسي ازمه النائب العام يعني عامله حاله من الجرح الشديد لدى كثير من هيئات الدوله، على اعتبار ان يعني كلنا شفنا ان قضاه مصر وقفوا يعني وقفه رجل واحد في يعني محاوله يعني الرئاسه او مؤسسه الرئاسه لاقصاء النائب العام عن موقعه، بغض النظر يعني هل كان النائب العام كان هو فعلا طلب ان هو يمشي وقال بقى ان انا عايز استريح، ويعني ان هو يخرج للراحه وان هو يعين سفيرا في احدى الدول، او يعني ايا كان يعني السيناريو اللي دار، لكن في النهايه لم تتم اقاله النائب العام. والنائب العام لما التقى مع الرئيس مرسي، الرئيس مرسي نفى تماما وجود اي نيه، وقال يعني الرئيس مرسي للنائب العام قال له هم قالوا لي ان انت عايز تمشي يعني، لكن انا طبعا يعني مش بتاكش. وعاد النائب العام مره اخرى واعلن انه مستعد يعني للشهاده وللموت من اجل ضمان استقلال يعني القضاء. طبعا يعني المقارنه بتفرض نفسها، يعني اذا كانت السلطه القضائيه نجحت في ان هي تكسب معاركها الثلاثه مع رئيس الجمهوريه، المعركه الاولى كانت معركه اداء اليمين الدستوريه، وكلنا نذكر ان لما الرئيس مرسي اعلن فوزه في في في, في انتخابات الرئاسه كان في جدل هيؤدي اليمين فين، في ميدان التحرير ولا في المجلس ولا هنا، وطبعا كان قبليها كان صدر حكم المحكمه الدستوريه بحل المجلس. اصر قضاه المحكمه الدستوريه انه لا يعتد بفوز الرئيس مرسي الا اذا ذهب الى الجمعيه العموميه المحكمه الدستوريه اللي يؤدي اليمين، وفعلا راح الرئيس مرسي ودي كانت اول جوله مع القضاء وادى اليمين امام المحكمه الدستوريه. صحيح هو بعد كده حب ان هو يرضي القوى السياسيه فراح ادى اليمين مره اخرى في ميدان التحرير ثم في جامعه القاهره، لكن في كل الاحوال اليمين الدستوريه المعتمده والمعتد بيها هي التي كانت امام المحكمه الدستوريه العليا. الموقعه الثانيه هي موقعه حل المجلس وقرار الرئيس بإعادة المجلس مرة أخرى ثم صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس، وإن ده قرار نهائي أيدته بعد كده محكمة مجلس الدولة قضاء إدارة مجلس الدولة. ثم جاءت الموقعة الثالثة وهي موقعة النائب العام واحتشاد كل أعضاء الهيئات القضائية وقف رجل واحد خلف النائب العام
وعاد النائب العام مرة أخرى إلى منصبه. طبعا دي كلها أشياء يعني بتمثل بتفرض مقارنة، يعني إذا كانت السلطة القضائية نجحت في أن هي توقف الوفيات دي كلها، إزاي مجلس الشعب يتم حله بهذه الطريقة؟ إزاي يحصل؟ إزاي الكلام ده كله يحصل؟ فحاولوا النهاردة النواب أن هم يروحوا المجلس، لم يتمكنوا من الدخول، دخلوا في حوارات، راح عملوا مؤتمر قبلها في ساعة الصاوي، في النهاية يعني انتهى الأمر على لا شيء، وفي النهاية النواب اكتفوا بأن هم وجهوا اللوم للدكتور سعد الكتاتني باعتبار أن هو علق جلسات المجلس، وكان يجب الدكتور الكتاتني يستمر في جلسات هذا المجلس. طبعا هذا الموضوع النواب وعودتهم إلى مجلس الشعب مرة أخرى، ده يعني ده موضوعنا الأول في حلقتنا النهاردة، وهو الموضوع ده اهتم بـ يعني بـ 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 بالتغطيات الصحفية اللي بتنشرها كل صحف القاهرة الصادرة يوم الاثنين 22 من شهر أكتوبر سنة 2012، ونبدأ بصحيفة الجمهورية، والجمهورية بتنشر ده في صفحتها الأولى، بتقول في سابقة برلمانية نواب الرصيف صوتوا لعودة مجلس الشعب، يعني كان التصويت على الرصيف 35 نائب راحوا برئاسة الأستاذ محمد عمدة زي ما قلت لحضراتكم، وعقدوا جلسة إجرائية على رصيف مجلس الشعب بعد أن فشلوا في دخول المجلس، ويعني وافقوا على اقتراح بتكليف الدكتور سعد الكتاتني بعقد جلسات البرلمان فورا لإدارة شؤون البلاد التشريعية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر. وفي الحقيقة النواب دول كانوا عملوا مؤتمر في ساقية الصاوي تحت عنوان والسلطة التشريعية أيضا مستقلة، وأصدروا بيانا وجهوا خلاله اللوم للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يعني لتعليق جلسات المجلس. والبيان ده يعني تلا المهندس حاتم عزام عضو مجلس الشعب، وقال فيها ان يعني الدكتور الكتاتني مطالب ان يقوم بدوره في حمايه برلمان الثوره واستمراره في القيام بعمله وتفعيل قرار رئيس الجمهوريه، والذي عطلته المحكمه الدستوريه على حد قولهم دون وجه حق او سند صحيح من القانون. واشار البيان الى ان الشعب باعتباره مصدر السلطات فان ارادته فوق الجميع، يعني بيقولوا ان مجلس الشعب ده جاء باراده شعبيه، وبالتالي اراده الشعب تعلو فوق اي اراده، واذا كان هناك حديث عن حل مجلس الشعب فهذا يجب ان يكون من خلال استفتاء شعبي، الشعب هو اللي جاب المجلس، هو الشعب الذي يقيل هذا المجلس، وليس يعني خصوصا ان ده اول برلمان جاء يعني بانتخابات حر نزيهه شارك فيها نحو 30 مليون مواطن. ده كان اللي قالوه النواب يعني على رصيف مجلس الشعب. ايضا صحيفه الدستور تم بهذا الموضوع، وفي صوره الدستور بتنشرها بتقول الشبكات بين نواب المنحل وامن الشعب. وفي الحقيقه هي الشبكات يعني كلاميه، يعني ربما يتصور من هذا العنوان ان حصل الشبكات بالايد او شيء من هذا القبيل، هي الشبكات كلاميه. ايضا صحيفه الايجيبشن جازيت التي تصدر عن مؤسسه دار التحرير، والجازيت هي صحيفه من اعرق الصحف المصريه الصادره باللغه الانجليزيه، هي صدر سنه 1880، وهي صحيفه يوميه تصدر يوميه منذ سنه 1880 حتى اليوم، وهي تصدر عن مؤسسه دار التحرير. الجازيت ايضا تتحدث في عن هذا الموضوع في الصفحه الاولى، وبتنشر صوره زي ما حضرتك ظهرت على الشاشه دلوقتي، ده الاستاذ ممدوح اسماعيل المحامي وهو عضو المجلس المنحل او المجلس السابق، هو بيتحدث مع عدد من يعني قيادات الداخليه اللي هم بيحاولوا يعني يعملوا نوع من التهدئه او فض الاشتباك بين حرس المجلس وبين النواب، والدستور ده الجازيت بتنشره. ايضا صحيفه الصباح في الصفحه الثالثه بتقول نواب المنحل يهددون بالاعتصام، نواب البرلمان المنحل يهددون بالاعتصام، والاستاذ ابو العز الحريري يهدد بمقاضاتهم بتهمه انتحال الصفه والحرس يمنعهم من الدخول. في الحقيقه والله انا عايز اوجه التحيه للاستاذ ابو العز الحريري، يعني الاستاذ ابو العز الحريري مفترض ان هو صاحب مصلحه، يعني الاستاذ ابو العز هو كان نجح في الانتخابات اللي فاتت، وهو كان عضو مجلس الشعب عن الاسكندريه في المجلس اللي هو تم حله، ومع ذلك الاستاذ ابو العز الحريري بيفصل تماما بين مصلحته الشخصيه التي تتمثل في ان المجلس ده يرجع مره اخرى باعتبار ان هو هيكون عضو في هذا المجلس، وبالتالي سيستعيد امتيازاته التي يعني يحصل عليها شان اي عضو في المجلس، وبين ان هذا المجلس تم حله بقرار من محكمه او بحكم المحكمه الدستوريه، وبالتالي في ان اي حديث لاي شخص كان عضو في هذا المجلس اليوم عن ان هو عضو في هذا المجلس ده يعتبر انتحال صفه. فالاستاذ ابو العز الحقيقي رغم ان المجلس ده لو رجع للوجود مره اخرى ده يعني بشكل مباشر او بشكل نظري ده فاصلحته، لان هو هيعود مره اخرى لقاعه المجلس وهيمارس دوره وياخد مكافئاته وياخد امتيازاته وصلاحياته وكل ما تتيحه يعني الحصانه والنيابه اللي يعني اللي حاملها. ومع ذلك فالاستاذ ابو العز الحقيقي بيقول لا، لازم نحترم احكام المحكمه الدستوريه العليا، وان هو بيهدد بمقاضاه اي نائب سابق وهيتهمه بتهمه انتحال الصفه على اعتبار ان خلاص هذه الصفه زالت. فالنهارده لما اقول ان انا عضو مجلس الشعب في هذا المجلس الذي تم حله بحكم المحكمه الدستوريه بيعتبر ده انتحال صفه ليست موجوده حاليا، والحرس يمنع النواب من الدخول. ده للصباح بتقوله. ايضا الصباح في صفحه 5
بتقول الصباح في صفحة 5 يعني تغطية تفصيلية لهذا الموضوع، بتقول حرس المجلس منعهم من الدخول، نواب البرلمان المنحل يهددون بالاعتصام ويطالبون الكتاتني بعقد جلسات، واتهموا القضاء، النواب اتهموا القضاء بالتدخل في شؤون السلطة التشريعية، ووصفوا المحكمة الدستورية بأنها غير مستقلة، ونائب إخواني بيقول حل البرلمان كان مقدمة لدخول الإسلاميين السجون. في الحقيقة طب هو فين يعني الإسلاميين اللي دخلوا السجون؟ ده الإسلاميين بيخرجوا من السجون. يعني الحقيقة أنا أتعجب من هذا التصريح، إن أحد النواب بيقول إن حل البرلمان هو بيقول كان مقدمة، يعني كانت يعني ربما لو هو بيقول إنها هيكون مقدمة، إن هو بيتكلم بصيغة المستقبل، يعني اعتبار إن هو بيتنبأ باعتبار ما سيكون بعد يوم بعد اثنين بعد شهر شهرين، إن دي هتكون مقدمة للانقلاب على الإسلاميين. طب يعني من الذي سيدخل الإسلاميين السجون؟ يعني إذا كان رئيس الدولة الإسلامي وبنتكلم في كل سلطات الدولة النهاردة، أصبح فيه تغلغل تدريجي كده بيحصل في مؤسسات الدولة من جماعة الإخوان وغيرها من السلفيين وغيره وغيره وغيره، فالنهاردة بيقول إن كان مقدمة لكل الإسلاميين السجون. يعني أنا حقيقة أنا لا أتفهم هذا التصريح، لأن الإسلاميين النهاردة بيخرجوا من السجون، واللي بيحكوا عنهم الإعدام بتخفف أحكام الإعدام عنهم، يعني ده اللي إحنا شايفينه النهاردة. يعني التحرير في صفحة 5 في الحقيقة أيضا تتحدث عن نفس الموضوع، بتقول التحرير في صفحة 5 نواب المنحل يطالبون بعودة الشعب ويهاجمون الكتاتني ويهددون بالاعتصام، برلمانيون يعقدون مؤتمرا لعودة المجلس بسائط الصاوي وينظمون وقفة رمزية على رصيف مجلس الشعب. هي الحقيقة وقفة دي كانت جلسة إجرائية بيرأسها محمد العمدة وبيعاونوا فيها الأستاذ محمد مصطفى ومصطفى جعفر أكبر عضو وأصغر عضو، فدي كانت جلسة وعملوا اقتراح وتصويت، فهي مش مجرد وقفة. وقفة دي يعني واقفين كده رافعين يافطتين ولا حاجة، لا دي كانت جلسة بالفعل، يعني جلسة إجرائية عملوها على رصيف المجلس. أيضا اليوم السابع بتقول حرس البرلمان، اليوم السابع في صفحة 3 حرس البرلمان يمنع 30 نائبا سابقا من الدخول، والنواب يعقدون جلسة على الرصيف، مطالبات الكتاتني باستمرار عمله رغم سفره الحج. والحقيقة دكتور الكتاتني سافر الحج، ودكتور أحمد فهمي اللي هو رئيس مجلس الشورى والقائم بأعمال المشرف على مجلس الشعب أيضا سافر الحج، المرشد الدكتور محمد بديع سافر الحج، فهو بيطالب الكتاتني باستمرار عمله رغم سفره للحج. والمهندس حاتم عزام عضو المجلس السابق بيقول كيف يختفي برلمان انتخبوه 30 مليونا، وممدوح إسماعيل النائب السابق بيقول هناك خصومة سياسية بين الدستورية ومجلس الشعب. ده اللي بتقوله اليوم السابع. أيضا في صحيفة الأخبار في صفحتها الأولى الأخبار، أيضا في المنشط الرئيسي الأخبار، يمكن ما لحقناش نصورها، لكن أدي الأخبار برضه في الصفحة اللي بتقول الحرس منعهم من الدخول، نواب المنحل يعقدون جلسة على رصيف مجلس الشعب، والخبر هو أمام حضراتكم على الشاشة، خبر رئيسي تحت الترويسة، ده الخبر الأخبار بتنشره، وأدي الصورة للنواب إن النواب بيعقدوا جلسة على رصيف مجلس الشعب، ده اللي الأخبار بتنشره في صفحتها الأولى. أيضا أعتقد إن مصر اليوم نشرت هذا الموضوع، وبتقول برضه مصر اليوم الأمن يمنع نواب المنحل من دخول البرلمان. ده كان ملفنا الاول النهارده، وهو ملف النواب اللي هو يعني هي حلاوه روح، يعني نقدر نقولها كده بالبلدي، هي حلاوه روح اللي هم كانوا بيمنوا انفسهم مره اخرى، يعني وما فيش حد احسن من حد، من النائب العام رجع مكتبه، والمحكمه الدستوريه ماشي كلمتها، ومش عارف كل واحد ماشي كلمته، اشمعنى احنا بقى اللي يعني. فيعني هم عملوا محاوله، لكن المحاوله لم تنجح، ولم يتمكن 35 نائبا من دخول المجلس، واضطروا ان يعقدوا جلستهم على رصيف البرلمان. الموضوع الثاني في حلقتنا النهارده هو ملف الجمعيات التاسيسيه. يوم طبعا احنا بنقرا النهارده جرائد يوم الاثنين، يعني المفترض ان هو غدا اللي هو يوم الثلاث 23 اكتوبر الموعد الذي حددته محكمه القضاء الاداري في مجلس الدوله للنطق بالحكم في الدعاوي الكثيره. انا من الحقيقه انا مش عارف عددها قد ايه، يعني احيانا نقول 48، احيانا نقول لا ده حاجه و70، يعني هي في النهايه في دعاوي كثيره تلاحق الجمعيه التاسيسيه تطالب بحل هذه الجمعيه استنادا الى نفس الاسباب التي تم حل الجمعية التأسيسية الأولى بسببها، وهي المخالفات القانونية في تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم تمثيلها للشعب المصري، وأن هي بتشمل نواب من مجلسي الشعب والشورى، بما يعتبر أن دي مخالفة لتشكيل الجمعية ويكون في توازن في تشكيلها. فمفترض أن يوم الثلاثاء يكون فيه جلسة، يعني حتى هذه اللحظة متوقع بشكل كبير أن القضاء الإداري هيصدر حكمه بحل هذه الجمعية. هذا الموضوع اهتم به أيضا صحف القاهرة الصادرة يوم الاثنين. التحرير في الصفحة الثالثة بتتحدث عن هذا الموضوع، بتقول غدا الحكم في دعاوي بطلان التأسيسية وتوقعات قوية بحلها. الأستاذ عصام الإسلامبولي المحامي الشهير بيقول الدعوة تتشابه إلى حد كبير مع دعوة حل التأسيسية الأولى، يعني إن ذات الأسباب التي تم بمقتضاها حل الجمعية التأسيسية الأولى
تقريبا هي نفس الاسباب المطروحه امام المحكمه، ففي تشابه في الدعوه، وبالتالي ده بيسهل من عمل القضاء، يعني ما فيش جديد، ما فيش وقعه جديده، هي نفس الدعوه. وبيقول اتوقع بنسبه 80% حل تاسيه ثانيه، ودي توقعات مش معناها تدخل في عمل القضاء، هي مجرد توقعات مبنيه على قراءه علميه لاوراق القضيه، ان في اوراق قضيه متقدمه، الاوراق بتقول بما ان ده موجود وده موجود وده موجود، اذا النتيجه المتوقعه، وهذا ليس مصادره على القضاء، يعني زي ما البعض حاول يقول يعني او ان هو يلمح بهذا، هذه ليست مصادره، القضاء مستقل ويمارس دوره يعني بيحاول ده، ان القضاء بياجل براحته، يعني ما حدش بيراجع القضاء انت بتاجل ليه، يعني رغم ان انا شخصيا ارى ان هذه التاجيلات في القضايا وفي غيرها من القضايا لا محل لها من الاعراب ولا معنى لها، اذا كان انا قدامي يعني ملف الدعوه مكتمل الاركان والمخالفه واضحه وثابته، اما ان القاضي يقتنع بيها فيحكم او ان لا يقتنع بيها فما يحكمش، لكن في النهايه مفيش معنى للتاجيلات. وبعدين احنا بنلاقي تاجيلات ايه بتطوح، يعني تطوحها كلها، لكن يعني هو المتوقع بحسب الاستاذ عصام الاسلامولي ان بنسبه 80% ان هيصدر الحكم بحل التاسيسيه الثانيه. وايضا في التحرير 3.8 مليار جنيه خسائر البورصه انتظارا لحكم القضاء الاداري في حل التاسيسيه، وواحد علامه 15% من المئة انخفاضا في مؤشر البورصه الرئيسي، دي كلها بسبب حاله عدم الاستقرار السياسي نتيجه طبعا احنا يعني حينما يتم حل الجمعيه التاسيسيه طبعا معناه ان احنا يعني بنعيد يعني الموضوع من اول وجديد، بنعيد الماتش من اول وجديد، بنعيد يعني انا مش عايز استخدم كلمه المربع صفر، انا بحاول ادور على كلمه ثانيه لان انا ضد يعني المصطلحات المستهلكه، المربع صفر والمسافه الواحده والخط الاحمر والكلام اللي احنا بنسمعه كتير، لكن يعني هو في النهايه احنا بنعود مره اخرى الى نفس نقطه البدايه بحل هذه الجمعيه واعاده النظر في الدستور مره اخرى، بما يعني اطاله امد المرحله واطاله طبعا امد وضع الدستور الجديد، وبالتالي يعني مش هيكون في برلمان منتخب سواء شعب او شورى نواب او شيوخ الى حين بقى ما يتم وضع الدستور بعد حل تاسيسيه وتشكيل جمعيه تاسيسيه ثالثه. ايضا الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفه الانجليه في تصريح بتنشره صحيفه التحرير بيقول المناقشات داخل التاسيسيه تتم في غرف مغلقه، رئيس الطائفه الانجليه يعني يؤكد ان المواد الخاصه بالاساءه الى الاديان تسمح باتهام اي شخص لمجرد انه ناقش هذه الامور بشكل طبيعي. اصبح النهارده في حاله يعني حاله من الارهاب الفكري للنهارده، ما اسهل انك انت تتهم اي انسان في الدنيا انت بتزرع الاديان، لو مجرد حاول انه يفكر، حاول انه يشغل عقله بطريقه مش عاجباك دي ازرق اديان، يعني بدليل ان احد المدرسين اهو النهارده في اليوم السابع، هو الخبر ده مش معناه في الترتيب لكن هو الخبر موجود، يعني اذا كان الشيء بشيء يذكر، 35 تلميذه في مدرسه ثانويه بالبحيره بيتهموا المدرس بازراء الاسلام لمجرد ان المدرس يعني بيشرح او يعني والمدرس بيقول ان دي بعض قوى التيار السياسي او التيار الاسلامي السياسي بتحاول تصفيه حسابات معاه، لمجرد ان يعني قد تكون انت على خصومه مع زميل ليك، انك اخذت ترقيه وهو ما اخذهاش، انك انت ركبت عربيه جديده، انك انت عملت اي انك انت دخلت ما صبحتش عليه، ما اسهل انك انت النهارده تتهم انسان الحق ده ضرر الاديان، الحق ده اسال الرسول. طبعا تهمه يعني لا فكاك منها، وبيكون حكم الشعب فيها اسرع من حكم اي محكمه، يعني النهارده لما واحد يتهم بازراء اديان ولا يتهم باساءه رمز ديني او اساءه مش عارف لشيء من هذا القبيل، بيكون الحكم الجماهيري الشعبي اللي هو غالبا ما بيكونش لا اطلع ولا سمع ولا عرف، بيكون حكمه اسرع واكثر قسوه واشد عنفا 100 مره من حتى من حكم القضاء، وحتى قبل ما حتى ما القضاء يقول رايه. يعني اهو ادي 35 تلميذه في الفصل، يمكن ما اعرفش يمكن المدرس مثلا ما بيديش دروس ولا بيدي دروس ولا حاجه كده، ولا يمكن احر في مشكله بينه وبين زمايله حاجه، اهو الخبر اهو في اليوم السابع، ادي الصوره البي دي اف معانا اهي، وادي الخبر تحت في اخر 35 طالبه. يعني ده حتى النهارده شيء العجيب ان الطلب هم اللي بيشكوا المدرس، يعني حتى انا افهم مثلا ان اداره المدرسه هي اللي ممكن تحول المدرس للتحقيق على اعتبار مثلا المدرس ده كثير الغياب، مش ملتزم، ما بيلتزمش بالمنهج الدراسي، يعني انا افهم ان الشكوى تيجي من جهه ليها يعني جهه مسؤوله، لكن النهارده يعني ان مجرد ان المدرس مش عاجب التلاميذ بتوعه، ان المدرس قد يكون شديد شويه عليهم، مدرس يعني النهارده مثلا التلاميذ يقعدوا مع بعض، تلاميذ في مدرسه ثانوي هنا في مدرسه ثانويه بالبحيره، يعني وفي مذكره لوكيل التعليم بيقول المدرس قال، يعني انا مش عايز اقرر الكلام طبعا في النهايه هذا الكلام مش على 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 مساله اليوم السابع، لكن هو بيقول يعني ان المدرس كان له اراء خاصه، بيقول يعني ان احنا ما ينفعش نضيع وقتنا في حاجات معينه وكده، فيعني الطلبه مش عاجبهم المدرس بتاعهم، مضوا على شكوى جماعيه ودوها لاداره المدرسه، المدرس اتوقف عن الشغل، اتحول للتحقيق، ويا ريت الموضوع هينتهي عند هذا الحد، هيكون حكم الراي العام يعني او حكم يعني مش عارف، انا مش عايز اختار، عايز اختار كلمه كده تكون كويسه عشان ما اتهمش، يعني حكم يعني مش عارف يعني ولا بلاش بقى نقول يعني عشان ما نغلطش، لكن بيكون الحكم يعني الانفعالي السريع، يعني في الحقيقه ما بيديش فرصه
ان تظهر مع الحقائق. المصري اليوم في الصفحه الاولى في المشهد الرئيسي بيقول اعاده النظر في مسوده الدستور والقضاء يحسم مصير التاسيسيه غدا. وفي الحقيقه هو في اعضاء في لجنه الصياغه اتفقوا على ان يتم الخصوصا. طبعا حضراتكم فاكرين لما قلنا ان فوجئوا بان المسوده اللي طلعت كان في تعديلات كثيره من خلال لجنه الصياغه عامة وضعته اللجان المتخصصه، يعني لجنه النظام والحكم، لجنه مثلا الاجهزه الرقابيه، لجنه الشكاوى والمقترحات، كانت بتحط مواد معينه. لجنه الصياغه وهي بتتولى صياغه هذه المواد كانت بتغير من المعنى بتاعها. ففوجئنا ان يعني الكلام ده بناء على اعضاء في الجمعيه التاسيسيه قالوا ان احنا فوجئنا ان في مسوده الدستور بصياغات معينه للمواد بتاعتها طلعت بشكل مختلف تماما عن اللي احنا كنا بنقوله. ففي اعضاء في لجنه الصياغه اتفقوا على ان هو سيتم اعاده النظر في بعض المواد الخلافيه في مسوده الدستور الاوليه مع اضافه مقترحات القوى السياسيه. فهنا المشروط بيقول اعاده النظر في مسوده الدستور والقضاء يحسم مصيره التاسيسيه غدا. حزب مصر القوي يرفض المسوده، السلفيون يحشدون ضدها في خطب العيد، وحزب الدستور يطلق مبادرة لتشكيل تأسيسية جديدة. أهم المواد اللي هي محل خلاف أو اللي هي مش متفق عليها في الدستور الجديد هما ثلاث حاجات. أول حاجة المادة الخاصة بالمرأة في الدستور. طبعا المادة بتقول المساواة بين المرأة والرجل بشرط بما لا يخالف شرع الله. فطبعا دي مادة بتفتح المجال طبعا لأن كل واحد يفسر شرع الله، يعني كل واحد يفهمه بالطريقة الخاصة بتاعته، وبالتالي قد يفتح المجال لممارسات تمييزية ضد المرأة. يعني في النهاية هي بتمثل ردة في حقوق المرأة. ده رقم واحد. المادة الثانية الخاصة بالمحكمة الدستورية. قضاة المحكمة الدستورية طبعا كانوا اعترضوا على النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية في الدستور الجديد، وهم كانوا بيطالبوا بأن يعود الأمر إلى ذات المواد اللي كان منصوص عليها في الدستور سنة 71. الامر الثالث هو التمسك بالماده 129، ودي في الحقيقه دي ماده مهمه جدا. الماده دي باختصار شديد تتحدث عن في حاله طرح الرئيس رئيس الجمهوريه المجلس لمجلس الشعب الاستفتاء الشعبي فيما يتعلق بحله من عدمه. يعني اذا كان رئيس الجمهوريه عايز يحل المجلس سيتم حله من خلال استفتاء شعبي. فاذا اراد الرئيس حل المجلس وطرح هذا الامر للاستفتاء وجاء نتيجه الاستفتاء ان الشعب يرفض حل المجلس، هنا يتعين على رئيس الجمهوريه وجوبا الاستقاله من منصبه. يعني اذا كان رئيس الجمهوريه عايز يحل المجلس وطرح هذا الامر على استفتاء، طبعا مساله ان الرئيس يحل المجلس من تلقاء نفسه دي زي ما كان بيحصل زمان دي خلاص انتهت. رئيس الجمهوريه اذا اراد حل المجلس يجب ان يطرح هذا على الشعب في استفتاء شعب. انا عايز احل مجلس الشعب، يا شعب انا عايز احل المجلس، ايه رايكم؟ يتعمل استفتاء للشعب كله. اذا كانت نتيجه الاستفتاء مؤيده لرئيس الجمهوريه في طلبه بحل المجلس، خلاص حل المجلس والرئيس موجود زي ما هو، ويدعو الى عقد انتخابات برلمانيه جديده ويتم تشكيل مجلس جديد. طب ماذا لو جاءت نتيجه الاستفتاء ضد الرئيس؟ ان الرئيس عايز يحل المجلس والشعب قالك لا ما نحلوش، الشعب اللي هو مواطنين يعني 30 مليون مواطن او 50 مليون مواطن اللي هم مدعوين للتصويت. جاءت النتيجه بان هي ترفض حل المجلس. في هذه الحاله يتعين على رئيس الجمهوريه الاستقاله من منصبه والدعوه لاجراء انتخابات رئاسيه مبكره او انتخابات رئاسيه جديده، نظرا لان الرئيس خلاص اصبح في حاله خصومه مع المجلس. فواحد فينا لازم يمشي، يا الرئيس يمشي يا المجلس يمشي، وفي كلتا الحالتين هيكون الشعب هو صاحب الكلمه الفصل في هذا الامر. في الحقيقه دي ماده مهمه جدا، دي الماده 129 في الدستور المقترح. المهندس صلاح عبد المعمود عضو لجنه نظام الحكم بيقول ان اللجنه تتمسك بان تنص الماده على الا يحل رئيس الجمهوريه مجلس النواب الا بعد الاستفتاء الشعبي. يعني رئيس الجمهوريه سلطته في حل المجلس مش مطلقه، هي سلطه مقيده لن يحله الا بعد الاستفتاء الشعبي، وفي حال رفض المواطنين حله يستقيل الرئيس وجوبيا. طبعا دي ماده مهمه جدا، دي الماده مثلا احنا عندنا في ثلاث مواد مهمه دي محل جدل: الماده الخاصه بالمراه ومساواتها بالرجل، الماده الخاصه بالمحكمه الدستوريه، والمحكمه الدستوريه بتطالب بان يعني يتم الابقاء على ذات المواد او الماده الخاصه بها في دستور 71، ثم الماده رقم 129 ودي من المواد الشهيره جدا اللي احنا ما بنسمعش عنها، وهي الماده التي تنص على ضرورة استقالة تنحي رئيس الجمهورية عن منصبه في حال إذا أراد حل المجلس ورفض الشعب هذا الحل. دي فعلا يعني دي أهم الحاجات، النقاط الخلافية، ويعني في دعوات من حزب الدستور بإعادة تشكيل الجمعية مرة أخرى لتمثل يعني كل أطياف المجتمع المصري. ده المصري اليوم الساعة صفحة 3 بتقول حزب الدستور يدعو القوى السياسية لوضع معايير تشكيل تأسيسية جديدة. دي دعوة حزب الدستور. وأيضا وأيضا صحيفة الدستور في صفحة 3 بتقول المركزي للمحاسبات، الخبر هو معنا، المركزي للمحاسبات في خدمة مرسي وجماعته، وبتقول الدستور يمنح الرئيس والبرلمان حق تعيين رئيس الجهاز والعاملون يطالبون بالاستقلالية الكاملة. يعني مسودة الدستور المقترحة
بتمنح رئيس الجمهوريه حق والبرلمان حق تعيين رئيس الجهاز. طب طبعا حل يعني اذا كان الرئيس والبرلمان هم اللي يعينوا رئيس الجهاز فبالتالي طبعا هيكون رئيس الجهاز ده يعني في النهايه معين زي ما بنتكلم في ازمه رئيس تحرير الجمهوريه اللي اتشال. فالنهارده كثير من الحاجات اللي بتتقال والله يا جماعه هو الراجل ده منتخب الراجل ده معين يعني من يملك التعيين يملك الاقاله يعني موضوع شديد جدا. اذا كنت انت تملك تعييني في هذا الموقع فانت تملك اقالتي فدي مسألة يعني لا خلاف فيها. فطبعا العاملون بالجهاز بيعتبروا ان تعيين رئيس الجهاز بهذه الطريقة ده يعني يمثل مساسا باستقلالية الجهاز ويعني هم معترضين على المادة دي. الوفد في الصفحة الأولى خبر على لسان الشيخ ياسر برهامي بيقول يا برهامي يطالب الجمعية التأسيسية بفرض الحجاب على المرأة المسلمة والقبطية. هذا الكلام اهو بيقول الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية هو بيطالب ان صياغه ماده الدستور بان ترتدي الفتيات المسلمات والاقباط الحجاب. وعلى البرهامي قوله بان الحجاب وقايه وحشمه لهن واستشهد بذلك بقيام السيدات الاقباط الراهبات التي يرتدين الحجاب. واكد برهامي انه لم يدعو الى الحجاب بالقوه والفرض ولكن الدعوه الى الجميع بالتوافق والرضا ومش عارف بالرضا والحسنى لانه لا فرض لاي امر بقوه. لكن في النهايه يعني ما هو في الحقيقه ده كلام متضارب يعني هو بيقول احنا ما بنفرضوش على الناس لكن اما الدستور بنفسه يعني اولا مش مفروض ان الدستور ينص على الكلام ده يا جماعه. الكلام ده قلناه قبل كده والكلام ده انا عارفه من يعني من خلال احاديث ليا مع 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 يعني مع كبار رجال الدستور في مصر. هناك فرق بين التشريع الدستوري والتشريع القانوني. التشريع القانوني هو اللي بينص في المواد التفصيليه بتاعته على التفاصيل الصغار اللي هي بتنظم بقى دقائق الحياه. ده حتى كمان التشريع لما بيطلع حاجه اسمها اللائحه التنفيذيه بتاعته. يعني نقول مثلا قانون المباني، قانون المباني بينص على 1 2 3 4 في حاله ان مش عارف المستاجر بيخالف كذا، فان مش عارف الصيانه مصرفها بيكون مش عارف القانون اللي هو اتحاد الشغالين، مش عارف في حاله مش عارف لما يمتنع عن الايجار كذا كذا كذا، الكلام ده كله يتم اعلانه من خلال المحكمه، فاذا رفض كذا يتم طرده، يكون طرد من خلال لجنه مشكلة. يعني دي كلها مواد، المواد دي كلها الدستور ما اتكلمش عليها. الدستور ده بينظم علاقات مؤسسات، علاقات دولة، أجهزة قضائية، أجهزة رقابية، بينص على استقلاليات بشكل عام. لكن التفاصيل لما نقول مثلا قانون المرور اللي مش عارف اللي يمشي عكس الاتجاه يبقى غرامته من 1000 ل 3000، اللي مش عارف اللي يتكلم في المحمول بكذا، الدستور ما اتكلمش في الحاجات دي كلها. يعني حتى لو احنا عايزين نتكلم عن الحجاب، حتى لو وان كان طبعا ده شيء يعني اعتقد ان هو حتى ليس محل اتفاق حتى بين اخواتنا المسلمين نفسهم، الحجاب لا يفرض. يعني وانا اذكر كلمة قالها للدكتور محمد علي محجوب وزير الاوقاف الاسبق، قال الحجاب لا يفرض ولا يرفض. يعني الحجاب هو لا يفرض على الناس ولا يرفض، يعني هو برضه مش مرفوض. يعني في النهايه احنا شعب ذي اغلبيه مسلمه، شعب متدين، شعب بيميل للحشمه والوقار، فنحن لا نرفض الحجاب ولا نفرضه. لا احد يملك ان هو يرفض الحجاب لان دي حريه شخصيه، ان كل سيده من حقها ان هي ترتدي الحجاب طالما هي مقتنعه به. وفي نفس الوقت هذا الحجاب لا يفرض على حد هو مش عايز يرتديه. في الحقيقه انا بستغرب ايه اللي بيقوله الشيخ ياسر برهامي، يعني في الحقيقه دي تصريحات مختلفه يعني، واعتقد ان برضو فيها تتناقض مع 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 تصريحات اخرى. يعني لو رحنا لصحيفه التحرير صفحه 10 ايضا الشيخ ياسر برهامي في صفحه 10 بيقول في تصريحات لي برهامي بيقول اقول لمن يخاف الحدود، الشيخ ياسر برهامي بيقول اقول لمن يخاف الحدود ان الرسول لم يطبق حد الزنا الا على ثلاث مسلمين فقط بعد اعترافهم. في الحقيقه ما هو الشيخ ياسر برهامي حيرنا، ما هو انت يا اخي يعني انت يعني هو انت تخوفنا مره وترجع يعني ما هو النهارده برضو مين يقبل ان النهارده يتم فرض الحجاب على اي مواطنه مصري؟ مش خلي بلاش نتكلم في مسيحي مسلم، مش هتكلم على مسيحي مسلم، على اي مواطنه مصري مش من حق اي انسان ان هو يفرض اي زي على اي انسان. يعني كلنا نذكر طبعا يعني مجرد ما بيطلع اي مساس بالحجاب وحصلت معركه في فرنسا بموضوع اللي هي ازمه الرموز الدينيه في فرنسا لما منعوا قالك الحجاب، والحقيقه الحجاب ما اتمنعش في فرنسا، ده وكان الحجاب ممنوع في المدارس للطلبات اللي هم تلميذات اللي هم حتى بحكم الشرع وبحكم الشريعه وبحكم الشرع الاسلاميه هم غير مكلفات بهذا الحجاب. يعني فحين صدر هذا صدر معاه ايضا بمنع استخدام السربان الكبيره في فرنسا، قامت الدنيا وما عادتش ومشكله ومنع الحجاب والكلام ده كله. ففي الحقيقه نحن نرفض فرض اي شيء على اي انسان. الحريه ده شيء مقدس، ده اعظم شيء في الوجود هو ان الانسان يكون حر، انك انت حر تلبس اللي انت عايزه. انا لا افرض عليك ده ولا ارفضه، يعني احنا لا نقلل ولا نستخف من ترتدي الحجاب، وفي نفس الوقت نحن لا نفرض الحجاب على من لا تريد ان ترتدي الحجاب سواء كان بقى مسيحيه او مش مسيحيه. هي في النهايه دي كل واحد حر في اللي يلبسه يعني. ويقول الشيخ ياسر برهام الاعلام سبب رئيسي في ازمه حزب النور والقول بان المتحكم في الحزب افتراء وتهديد الجماعات الجهاديه بتنفيذ عمليه ضد اسرائيل في سيناء هو اعلان للحرب ونزول الاخوان في مليونيه كشف الحساب مرفوض وكان من الافضل عدم مشاركتهم ورفع سلفيين صور الهام شاهين امام المحكمه غير جائز شرعا لانه نشر الفاحشه. خلاص بقت الهام شاهين نشر الفاحشه وسنطبق الشريعه الاسلاميه بما فيها الحدود تدريجيا ونرفض حجاب المراه دون اقتناع. طب ازاي ترفض حجاب المراه دون اقتناع؟
ازاي يعني انا اتفاهم يعني ازاي ترفض حاجه من دون اقتناع وانت عايز الدستور رغم ان اساسا دي مش من هم الدستور ومع ذلك انت عايز ينص في الدستور على ان الحجاب ده ملزم. طب ما هو بالتالي لما يكون الحجاب ملزم في الدستور وواحده تمشي من غير حجاب دي مش في حاله بقى خرق للقانون، دي في حاله خرق للدستور اللي هو بينظم اللي هو ابو القوانين. يعني الدستور ده هو ابو القوانين اللي القوانين بتستمد منه مبادئ العامه الاحكام يعني. وبيقول مسادة الدستور تسوي او المفروض تساوي بين الرجل والمراه في الميراث بالمخالفه للشريعه الاسلاميه وتحالفنا الانتخابي مع الاخوان والبوسمعيه الوارد، والمساله متروكه حسب نظام الانتخابات. ذهبت الى شفيع والاخوان والمجلس العسكري حقنا للدماء وهذا واجبي الشرع. ده كلام الشيخ ياسر برهامي، هو في الوفد بيقول احنا عايزين نفرض الحجاب بالدستور على يعني حتى ايه ده على المسلمه والمسيحيه الاثنين، وهنا بيقول لك ان الرسول ما طبقش الحدود الا ثلاث مرات واحنا مش عايزين نفرض الحجاب وما ترتدوش واحده غير بالكوف. احنا احترنا هل نصدق اللي بيقوله يا الشيخ ياسر برهامي في التحرير ولا بنصدق اللي بيقوله الشيخ ياسر برهامي في صحيفه الوفد؟ ده موضوع ثاني، هو موضوع الجمعيات الاساسيه. الموضوع الثالث في حلقه النهارده هو الفريق احمد شفيق. النهارده كان اصدر المستشار يحيى جلال القاضي المنتدب من وزاره العدل للتحقيق في مخالفات الفريق احمد شفيق، كان مساعد وزير العدل لشؤون جهاز كسب غير مشروع، اصدر قرار بمنع الفريق احمد شفيق وبناته الثلاث شيرين ومي وامينه من التصرف في اموالهم. الموضوع ده اهتم بيه كل الصحف تقريبا، كان هو الحدث الرئيسي حتى في كل النشرات. نبتدي بالجمهوريه في الصفحه الاولى، والخبر الرئيسي في الجمهوريه بيقول منع شفيق وبناته شيرين ومي وامينه من التصرف في اموالهم، لجنه خبراء لفحص مخالفات جمعيه الطيارين. وفي اتهامات بتقول ان فريق احمد شفيق استولى على اموال جمعيه الطيارين، وان هو حصل ليه ولزوجته وبناته واحفاده على 11 فيلا وشاليه في الساحل الشمالي في قريه كازابلانكا، وحصول على وحدات اخرى ومشروعات ارض منطقه كبريت والبحيرات الماره فايد والاسماعيليه والمعموره واسكندريه ومشروع قريه النسور السياحيه بالعريش والزعفران براس غارب. دي كلها اتهامات بتطال الفريق احمد شفيق من خلال قائمه ممتلكاته. هناك ايضا اتهام بيطارد الفريق احمد شفيق بان هو استولى على شقه مصر للطيران، شقه تملكها شركه مصر للطيران موجوده في العاصمه الفرنسيه باريس، باعتبار ان هو طبعا وزير الطيران ومصر للطيران دي احدى الشركات التابعه ليه. الشركه دي كانت بتملك شقه في باريس، هو اخذ الشقه دي من مصر للطيران، طبعا ما كانش حد قادر يقول له حاجه. ده اللي الجمهوريه بتقوله. الصباح في صفحتها الثالثه بتقول ايضا الكسب غير المشروع يمنع شفيق وبناته من التصرف في اموالهم، يمتلك 11 فيلا وشاليها بمارينا و20 قطعه ارض واستولى على شقه مصر للطيران بباريس. في الحقيقه انا بستغرب يعني يقول لك عنده 11 فيلا وشاليه ومارينا وكده، يعني هو ده هيقعد فيهم امتى؟ يعني ده الواحد ده انا اقصى ما اتمنى ان انا يبقى عندي شقه في بورسعيد، يعني انا قاعد في الاقليوبيه وعايز يبقى عندي بيت في بورسعيد، بحب اروح بورسعيد، بحب اروح اقعد يومين ثلاث ايام في بورسعيد، نفسي كده ان انا يتاح لي الفرصه ان اقدر كده من اخر الاسبوع اروح اقعد يومين اغير جو في بورسعيد. اقصى ما اتمناه ان يبقى لي شقه في بورسعيد. يعني انا بتكلم يعني واحد عنده 11 فيلا وشاليه مارينا و20 قطعه ارض وفي شعب بحيرات المره وارض فايد وارض مش عارف هيقعد فيهم امتى؟ يعني ده انا لو هقعد يوم في كل مكان من دول ده انا حتى يعني حاجه ده حاجه مش ممكن، يعني حاجه الواحد يحس كده ان هو متبلد، كان يحس ان هو متبعتر كده. يعني تخيل لو انت عندك 11 فيلا و11 شاليه وهنا 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 هتقعد فيهم امتى؟ ولا هي بس مقفوله ولا هي العمليه تجاره؟ الحقيقة أنا مش عارف يعني واضح إن الطمع والجشع في أيام النظام السابق ده كان شيء فاحش. يعني في الوقت اللي كثير من الشباب مش لاقيين شقق وارتفع سن الزواج والشقق أسعارها مش عارف إيه، وقاعدين بننشر تصريحات كل يوم مشروع إسكان مش عارف الشباب ومحدود الدخل ومسدود الدخل ومهدوم الدخل، واحد بنتكلم عن واحد عنده 11 فيلا وشاليه وحاجات كده، يعني حاجة والله فوق العادي. يعني أفهم إنه عنده مثلا بيت في القاهره، فيلا في القاهره، طبعا راجل وزير او كان رئيس وزراء هيقعد في فيلا مش هيقعد في عماره شعبيه يعني ماشي، وعنده فيلا مثلا كمان زيها في الساحل الشمالي عشان يصيف فيها مثلا في مارينا ولا في قريه كازابلانكا، وكمان فيلا ثانيه مثلا يبقوا ثلاثه، يعني هيقعد في القاهره اساسي ده الاقامه الاساسيه، هيروح يقعد يومين في الصيف هنا ولو حب يغير جو هيروح في مكان ثاني. ده اقصى يعني اقصى حاجه يعني حتى هو ده الطبيعي لاي انسان، لكن انا عندي 11 فيلا يعني هنام فيهم كل فيلا ساعتين مثلا ولا هنام في فيلا كل فيلا يوم ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. اليوم السابع في الصفحه الاولى بتقول الكسب غير المشروع يمنع شفيق وبناته من التصرف في اموالهم، وضع اسماء اسره الفريق على قوائم المنع من السفر. طبعا هو منع من السفر هو تراكب الوصول برضه، يعني هو طبعا هو فريق شفيق موجود حاليا في دبي او في ابو ظبي، فهو منع من السفر وتراكب الوصول. الاخبار اهتمت بهذا الخبر في صفحتها الاولى وكان هو المنشط الرئيسي زي ما الاخبار بتنشرها هو في الصفحه الاولى، ده المنشط اللي هو فوق الترويسه اللي انا بشاور عليه بايدي. والاخبار بتقول بعد وضعهم على قوائم تراكب الوصول الكسب غير المشروع يتحفظ على اموال شفيق وبناته. ده الكسب غير المشروع. صحيفه الجازيت في صفحتها الاولى ايضا تنشر نفس الخبر وبتقول الجازيت شفيق اسيتس فروزن ريبورت، ان في تقرير بيقول ان الاصول الخاصه بشفيق معانا. يا جماعه برنامج الجازيت
يا ريت لو معانا نطلعه، احنا عايزين نشجع الجازيت يعني، برضو جازيت الجوردان بيهتم بالاحداث دي. ادي الجازيت اهو معانا على الهواء. فهنا الخبر بيقول ان الاصول التي يملكها الفريق احمد شفيق صدر قرار بتجميدها او التحفظ عليها بحسب ما الجازيت بتقول، نقلا عن المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكاس بغير المشروع. ده الجازيت اهو الجمهوريه في صفحتها الثالثه، بالاضافه طبعا الى التحيه مع فريق احمد شفيق. في عندنا خبرين مهمين. الخبر الاول هو محكمه استئناف القاهره هتنظر اليوم، القضاء ينظر اليوم كشف سريه حسابات نافع اللي هو ابراهيم نافع وسمير رجب ومحمد علي ابراهيم وحسن حمدي وسكرتير مبارك اللي هو جمال عبد العزيز بتهمه الكاس بغير مشروع. طبعا هو كان جهاز الكاس بغير مشروع كان قدم طلبات لمحكمه الاستئناف بيطلب فيها كشف سريه هذه الحسابات. فالمستشار سمير ابو المعاطي رئيس محكمه الاستئناف القاهره حدد جلسه صباح اليوم الاثنين موعدا للنظر في طلبات جهاز الكاس بغير المشروع للكشف عن سريه الحسابات الخاصه بالاسماء اللي احنا قلناها دي كلها. طبعا عشان يتم كشف هذه الحسابات لازم يكون بقرار من المحكمه. فالمفترض النهارده الدوائر الخاصه بمحكمه الاستئناف هتنظر كل هذه الطلبات بحيث ان هي تنظر حكمها في ما اذا كان يتم الكشف عن سريه هذه الحسابات من عدمه. في نفس الصفحه رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد فهمي طبعا هو توجه للاراضي الحجازيه لاداء مناسك الحج ونحن ندعو له بسلامه العوده وحج مقبول ان شاء الله. هو ادلى بتصريح قبل ما يسافر مصر وقال ان قضيه رئيس تحرير الجمهوريه تعامل معها بالقانون، وقال قبل ما يغادر البلد لاداء مناسك الحج قال ان الخطا الذي حدث من نشر اخبار كاذبه لا يغتفر ويمثل خطوره كبيره على امن مصر ولو تداعيات خطيره، ومن الصعب عوده الامور الى سابق عهدها في الجمهوريه حيث تكررت الاخطاء من رئيس التحرير ضد عدد من المسؤولين والشخصيات العامه، وان القضيه قانونيه والاتهامات التي يرددها نحو المسؤولين لا طائل من وراءها، وطلب فهمي عدم الاعطاء اكثر من حق. يعني هي ببساطه شديده من يملك التعيين يملك الاقاله. رئيس تحرير الجمهوريه ده جاب قرار تعيين، ما هوش جاي منتخب من الصحفيين، مع احترام ليه هل هو مظلوم او مش مظلوم دي قضيه ثانيه، لكن في النهايه ده كلام الدكتور احمد فهمي بيقول ان قضيه منتهيه والاخطاء التي وقعت يعني دي مساله صعب ان احنا نتجاوز او نتغاضى عنها. في الحقيقه يعني دي كانت ملفاتنا الثلاثه النهارده. عندنا اخبار جماهيريه اخرى كده هنقولها بسرعه. الجمهوريه في الصفحه الاولى اهالي الضبعه طبعا حضراتكم عارفين ان الرئيس مرسي كان صلى الجمعه في مطروح، فازمه الضبعه تتصاعد، الاهالي رفضوا كل الحلول وبداوا اعتصاما مفتوحا. الشيخ ابو بكر الجراري المتحدث باسم اهالي الضبعه بيقول لا للتعويضات ولا للمفاعل النووي، والدكتور علي الصعيدي بيقول الموقع امن تماما ولا مخاطر من المحطه. في الحقيقه هو الاهالي خايفين بالبلد كده، نقول على بلاطه هم خايفين، بيقولوا يا جماعه احنا مستعدين، عايزين تبنوا مدينه مليونيه ابنوا مدينه مليونيه، عايزين تعملوا اعملوا اي مشروعات انتوا عايزينها، لكن ان كنتوا ترشقوا لنا محطه نوويه هنا في النهايه ده في مخاوف منها. والشيخ محمود ابو بكر الجراري بيقول ان هو حضر جلسه في مجلس الشورى وان هو حتى وجد ان خبراء المختصين في المجال النووي مختلفون حول شروط الامان للمحطات النوويه. يعني فطبعا الناس ليهم مخاوف ودي مخاوف مشروعه، لان يعني خلينا نتكلم مع بعض بصراحه، يعني احنا بنتكلم في محطه نوويه واحنا ما احناش دوله يعني لينا مثلا سابق تجارب في الشغل ده، فانك بتعمل محطه وارد ممكن يحصل اي اخطاء، يحصل اي ديفوهات، اي مشاكل، اي تسريبات، في النهايه من سيتحمل ذلك؟ طبعا هم وقفه احتياجيه رافضين تماما. ايضا في الجمهوريه صفحه واحد بتقول توابع انتخابات الحريه والعداله، الدكتور عصام العريان كان قدم استقالته من موقعه كمستشار رئيس الجمهوريه، وبيقول الدكتور عصام العريان استقالتي نهائيه لمنع احراج الرئيس. والدكتور الكتاتني ايضا سافر للحج، فقبل ما يسافر اصدر قرار بتفويضه برئاسه الحزب حتى العوده من الحج. الصباح في الصفحه الاولى بتقول مصر الغاضبه امام الاتحاديه، الرياضيون للرئيس ينلعب يترحل، واهالي المنزله يحاصرون القصر والمعاقون محبطون. وايضا في الصباح بتقول الصحيفه الرئيس يواصل لقاءاته بقيادات القوات المسلحه 4 ساعات في عرض البحر للاحتفال بالبحريه، ودي كانت احدى المناورات المهمه اللي الرئيس حضرها يوم الاحد للقوات البحريه في عرض البحر، كانت استمرت 4 ساعات، وكان هو راكب الفرقاطه اللي هي اسمها توشكا، وكان في استعراض مهم جدا في الوحدات البحريه. ايضا في الصباح النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد بيقول لم نتلقى خطابا رسميا بشان تسجيلات الرئاسه. الموضوع ده بقى ده موضوع مهم جدا، معلش انا استاذ المخرج هتكلم فيه في نص دقيقه. هو اللي حصل الدكتور عصام العريان لما كان بيعلق على القضيه بتاعه النائب العام، فبيقول النائب العام كان وافق، يعني انا موضوع هفكركم بيه كده ايه في سطور بالبلدي كده، قال النائب العام كان وافق وكان في تسجيلات في مكالمات تليفونيه بين النائب العام ومؤسسه الرئاسه. النائب العام كان المح يعني صراحه وقال ان هو مستعد ان هو يسيب منصبه ويتعين سفير في دوله اخرى، وتسجيلات الرئاسه مسجله. طبعا الموضوع ده لما اتنشر واذاع طبعا عمل ضجه كبيره، يعني تسجيلات الرئاسه، يعني اذا هناك تسجيلات تتم لكبار الشخصيات اللي بتتصل بالرئاسه، ومش وبعدين اذا كنا سمحنا بان يكون في تسجيلات مع الرئاسه اذا التسجيلات دي قد تكون متبعه مع شخصيات اخرى. فطبعا الموضوع ده عمل ازمه كبيره. النائب العام راح بعت جواب لرئيس الديوان السفير
يحيى فعطهطاوي وقال له رقم واحد عايزين نعرف ما مدى صحة ما إذا كانت هناك تسجيلات للرئاسة من عدم، رقم اثنين عايزين نعرف ما مدى علاقة الدكتور عصام العريان بمؤسسة الرئاسة، رقم ثلاثة عايزين نعرف الدكتور عصام العريان هل له صفة تجعله يتحدث باسم الرئاسة؟ دي كلها التساؤلات اللي النائب العام بعتها في جواب لمؤسسة الرئاسة. طبعا الدكتور المستشار عادل السعيد بيقول ان حتى الان الرئاسة ما ردتش عن النيابة، النيابة عايزة تستوضح ما صحة ما قيل في تصريحات الدكتور عصام العريان ما اذا كانت هناك تسجيلات الرئاسة بتسجلها للناس. يعني اذا كنت انت بتتكلم مع واحد في الرئاسة يبقى اذا كل التسجيلات دي بيتم رصدها وتسجيلها على خلاف القانون، دي كلها مسائل خطيرة لانها تخالف القانون. انا هنا في هذا السياق في واقعتين حصلوا معايا شخصيا احب ان انا اشرحهم لحضراتكم. وانا كنت اعرف الدكتور زكريا عزمي اللي هو كان رئيس ديوان رئيس الجمهوريه السابق وهو مسجون حاليا في سجن طره في قضايا كسب غير مشروع واحداث كثيره. اذكر في مره سنه 96 في حديث مع الدكتور زكريا 96 ما كانش محمود لسه طلع، كنت اتصلت بالدكتور زكريا عزمي في مكتبه في عابدين باعتبار ان هو رئيس الديوان وكان مكتبه الرسمي في قصر عابدين، فكنت اتصلت بيه سبت له رساله مع مدير مكتبه ان انا كنت عايز اكلمه. ما كانش كنا بنتكلم 96 الكلام ده ما كانش لسه محمود كان يعني انتشر او ما كنتش انا ما كانش معايا محمود وهو حتى ما كانش معايا محمول، فسبت له رقم تليفون البيت وكده. فمهم اتصل بيه مره في البيت ما لقونيش، فاتصل مره ثانيه انا رديت على التليفون فرديت عليه فرد عليه زكريا عزمي، فدار حوار بيني وبينه. في النهايه انا كنت طالب مقابله معاه في مقر الرئاسه فهو اصر قال لي طب بس قول لي ايه الموضوع يعني قوله لي، فانا قلت له لا مش يعني انا ما فضلش اتكلم في التليفون. فرد عليا كالتالي قال لي ما تخافش ما فيش عندي في الحته دي ما فيش تسجيلات، ما تخافش ما فيش حد بيسجل المكالمات اللي بيننا ومن بعض، فاقول كنت خايف ان حد يكون بيسجل لنا ما حدش بيسجل لنا. فاذا يبقى الهاجس من التسجيلات التي تتم لمسؤولي الرئاسه ده كان شيء موجود، بدليل ان زكريا عزمي في حديث لي معايا نفى ان يكون في تسجيل وحتى بهزار قال لي يا عم ما تخافش ما حدش بيسجل لي حاجه. ده كان الحوار الاول. الحوار الثاني اذكر ان انا كنت مع الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال وكنت بعمل حوار معاه عن موضوع الخصخصه وقطاع الاعمال وشيء من هذا القبيل. فاذكر ان كان في حاجه في مجلس الشعب كان زكريا عزمي بحكم ان هو كان عضو في المجلس كان اتكلم عن حاجه يعني مش متذكر تفاصيلها بالظبط، لكن كان في حاجه ليها علاقه بالخصخصه والعمال المعتصمين قدام رئيس مجلس الشعب او شيء من هذا القبيل يعني. فانا اتصلت بيه على التليفون المحمول بتاعه فهو ما ردش، فانا كنت في مكتب الوزير ففوجئت ان هو بيتصل بيا لما كان يطلبني زكريا عزمي كان بيطلع لي كده ايه انون كولر يعني او رقم مجهول يعني مكالمه مجهوله كان عنده الخاصيه دي. فمهم رد عليا فكلمته فايه الموضوع، قلت له والله يا دكتور زكريا الموضوع 1 2 3 4، فهو اعترض وقال لي معلش انا مش قادر اتكلم عشان بس البروكرز اللي سامعنا دلوقتي. فده اعتراف صريح من زكريا عزمي، زكريا عزمي اعترف لي صراحه في حديث تليفوني معاه انه يمتنع عن الحديث معي تليفونيا في هذه القضيه التي كنت ارغب في سؤاله عنها نظرا لوجود تسجيلات وان هناك بروكرز يعني ناس مخترقين المكالمه دي او وسطاء في النص، هو يخشى من الحديث ربما تكون هذه المكالمه مخترقه او مسامه. وهذا حديث رئيس ديوان رئيس الجمهوريه الذي يعني تقريبا كان هو كل حاجه في مصر. انا كنت بقعد مع زكريا عزمي يرفع التليفون يكلم اي حد يقول له اوامرك. فبس دي واقع انا حبيت اسجلها. المخرج عايزني اختم بسرعه، طيب انا هقول بسرعه اخبار سريعه معانا دقيقه واحده يا جماعه ولا حاجه معناش غيرها. طيب دقيقة واحدة، التحرير في صفحة 5 المرشحون لكرسي الباباوي يصلون في المعادي، كان في قداس في المعادي للتعريف ببرامجهم. الأنبا دانيال أسقف عام المعادي بيقول يد الله وقفت مع الكنيسة لاختيار هؤلاء الآباء المباركين ونحن نضع إرادة الرب فوق كل شيء. والمحكمة التحرير أيضا في الصفحة الأخيرة محكمة النيابة الإدارية في الأقصر بتحقق في واقعة قص شعرة تلميذتي مدرسة الحدادين وولي أمر تلميذة المدرسة قص شعرها بيرفض التصالح. في اليوم السابع صفحة 6 اليوم اللي هو مقصود بيه اليوم اللي هو يوم الاثنين 1300 سائح في معبد أبو سمبل لرؤية تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني. وصحيفة الجازيت والصورة معانا هي على الشاشة وصحيفة الجازيت في الصفحة الأولى بتقول ترايل أوف يو إس كوبتس أدجورند إن كان في محكمة جنايات القاهرة كانت المفروض النهارده بتحاكم مجموعة من أباطرة المجر المتهمين بالإساءة للإسلام تم تأجيلها. كنت أتمنى من الأستاذ مجدي قطب وهو زميل عزيز وهو رئيس تحرير الشيخ جازيت أيضا أن ينشر تأجيل محاكمة الشيخ أبو إسلام، يعني النهارده كان عندنا جلستين، يعني هو ليه اهتم النهارده بمحاكمة اللي هم اليو إس كوبتس اللي هم موجودين في أمريكا اللي هم اللي تم تأجيلها النهارده لجلسة 25 نوفمبر. هناك أيضا كانت هناك جلسة أخرى لمحاكمة الشيخ أبو إسلام المتهم بحرق الإنجيل والتهديد بالتبول على الإنجيل، والنيابة كانت لها مرافعة في يعني عظيمة جدا النهارده. يعني الحقيقه النيابه كانت بتتكلم عن هذا الموضوع وبتقول النيابه ده تكلم النيابه اليوم السابع بتقول دفاع ابو اسلام ينسحب من محاكمته ويطلب رد هيئه المحكمه، والنيابه بتقول المتهم اشعل الفتنه ومزق الانجيل
وهو متهم طبعا كان طالب من النيابة ان هي تخاطب الكنائس ويقول لا ده مش الكتاب بتاعهم ده انا كنت بقى حرقت الكتاب بتاع تيري جونز. فقالوا الكلام ده ملوش اي معنى، انت اشعلت الفتنة وحرقت الانجيل وهديت بالتبول على الانجيل، وهذا يعني يمس صميم الوحدة الوطنية ويمس يعني يمثل تفرقة بين يعني بين ابناء الشعب الواحد. فانا كنت اتمنى ان الجازيت كما نشرت هذا الخبر تنشر الخبر الخاص بابو اسلام. في الحقيقه معانا حوار مهم جدا قبل ما اختم الحلقه النهارده، هو في حقيقه الاستاذ مصطفى باكر كان راح احد المساجد اللي المشير طنطاوي بيصلي فيها. ففي الحقيقه هو كان ارتقب للمشير طنطاوي الاستاذ مصطفى باكري. الحوار ده كان عمل ازمه وكان فيه مشكله كبيره مع جريده الجمهوريه، ان هو اتهم جريده الجمهوريه بان هي يعني رفضت تطبع جريده الاسبوع اللي عمل فيها الحوار ده اهو، على اعتبار ان هو كان بيحوي حديث مع المشير طنطاوي. طبعا ده الدكتور مصطفى هضيب رئيس مجلس الاداره رد وقال الكلام ده غير صحيح، وادي الحوار هم معانا على الصباح بتنشره الكلام ده غير صحيح. جريده الجمهوريه كان فيه عطل فني في المطبعه هو الذي تسبب في تاخير صدور صحيفه الاسبوع. طبعا يعني اما نيجي نرى الحوار، انا حرته بالتفصيل هرى العناوين وبعدين اقول لكم اللي فيه. هنا الصباح بتقول نشر الحوار الممنوع، في الحقيقه ما يخش الحوار ممنوع على حاجه، الحوار منشور في الصباح واتنشر في الاسبوع والاسبوع اتنشرت، كل اللي حصل ان فيه تاخير. يعني هل يعقل ان يحصل تاخير في الجورنال يوم يطلع الاستاذ مصطفى باكري على الهواء في الفضائيات يقول منعين طبع الدستور الاسبوع علشان مش عارف كذا كذا؟ اعتقد ان ده كان تحميل لشيء لا تحتمل الامور. فبيقول المشير طنطاوي لمصطفى باكري في اول ظهور بعد الاقاله، تحملنا الاهانه من اجل مصر. لما انا قريت الحوار من جوه الكلام ده ما قالوش المشير طنطاوي، الكلام ده الاستاذ مصطفى باكري بيقول ان انا فاكر في احدى اللقاءات لينا مع المشير طنطاوي في المجلس العسكري بحضور رؤساء الاحزاب، فانا كنت بتهم مش بتهم عفوا بواجه ملاحظات للمشير بقول له ان عدم الحسم في كثير من القضايا بيمثل يعني مشكله ان البلد فيها نوع من الايه نوع من الانفلات مطلوب الحسم. فالمشير طنطاوي رد قال له انا عارف واجبي كويس واحنا بنتحمل، احنا ما احناش طالعين في سلطه وانا عارف دوري كويس وانا حريص ان احنا نعالج امورنا بالحكمه وان احنا تحملنا الاهانه من اجل مصر. هذا الحديث الذي قاله يا ريت يا جماعه الخبر يظهر تاني معانا على الشاشه، معلش اللي احنا جبناه دلوقتي اهو، تحملنا الاهانه من اجل مصر، هذا الكلام قاله المشير طنطاوي ليس في لقاء الاستاذ مصطفى باكري مع المشير طنطاوي بعد ما خرج وراح قابله في الجامع اللي هو كان رايح يصلي فيه جمعه. ده الكلام ده قال هو الكلام ده هو استدعاء ذكريات من الاستاذ مصطفى باكري في لقاءات المجلس العسكري. وبيقول لم نكن طامعين في السلطه وكان هدفي الا نلقى مصير سوريا او ليبيا، نفخر بجيش مصر وتعهدنا منذ البدايه بتسليم السلطه لقياده مدنيه منتخبه، انا ضميري مرتاح واترك حكم التاريخ والزمن. في الحقيقه لما نيجي نقرا الحوار هنا هو الحقيقه هو مش حوار بالمفهوم الحقيقي، هو عباره عن انطباعات لقاء دردشه بعد ما راح الاستاذ مصطفى باكري صلى الجمعه ما لقاش المشير، فهو خارج كده لقى المشير داخل الجامع، خدوا المشير سلم عليه وبالاحضان وتعالى وراح قعدوا في قاعه كده جانبيه وكان معاه مجموعه اللي هو سامح صادق واللي هو يوسف زكريا ومجموعه كده من اللواءات المتقاعدين، وكان حوار بقى انت عامل ايه واخبارك ايه طب هتكتب مذكراتك؟ قال له والله فكره هكتب مذكراتي. قالوا يعني ما تهتمش بالتاريخ؟ قال له مش مهم ما يهمنيش اللي بيتكتب في الجرايد، احنا ضميرنا مرتاح والتاريخ هو اللي يحكم علينا يعني. وهل انت متفائل؟ قال له انا متفائل وكلام. فيعني ده الوضع اللي ايه الحوار اللي الاستاذ مصطفى باكر قوم الدنيا عليه وقعدهاش علي الاحوال. نختم لان خلاص كده الوقت يعني تقريبا انتهى. معانا الكاريكاتير في الصفحه الرابعه من صحيفه الصباح في صفحه 4، وهنا طبعا على الكاريكاتير اللي هيظهر على الشاشه دلوقتي اهو كان بيقول السلفيون يرفضون الدستور الاخواني. ده جماعه الكاريكاتير معانا اهو السلفيون يرفضون الدستور الاخواني. فهنا واحد بيقول له ايه؟ بيقول له قول لا للدستور عشان تخش الجنه. ده واحد سلفي ابو جربيه ده السلفي. على الناحيه الثانيه واحد برضو اخواني لابس بدله، ما هو الاخوان بيلبسوا بدل وبرضو دانه طالعه وبيقول له قول نعم للدستور عشان تخش الجنه. والنهارده المواطن واقف في النص محتار من لعبه الدين اللي هيقول لا، الناس يقول لك لو قلت لا هتخش الجنه ولو قلت اه هتخش الجنه. والحقيقه والله المواطن محتار يقول لا ولا اه ولا نعم ولا لا. في الحقيقه يعني هي حيره. السبب الاساسي هو توظيف الدين في غير محله، لان احنا للاسف بنوظف الدين فيما لا ياتي من اجله. الدين لا علاقه له بالدستور، لكن للاسف هي دي اللعبه اللي احنا نتمنى ان احنا نخرج منها. جولتنا انتهت النهارده، ربنا يحفظ مصر وشعبها، ونلتقي غدا في جوله جديده على خير ان شاء الله، وشكرا.